مرحبا بكل من يتابع هذه الفقرة الفنية ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة. لدينا اليوم ضيف خاص هو أيكن، الفنان العالمي الذي جاء ليحدثنا عن تجربته في إضاءة أفريقيا. أيكن مرحبا بك في سكاي نيوز عربية للمرة الثانية. اليوم حلمك يتحقق في إضاءة أفريقيا، فحدثني عن هذا المشروع. اليوم نريد أن نتأكد من أن الجميع يعرف عن هذه التكنولوجيات الجديدة التي باتت متوفرة. لقد نجحنا حتى الآن، وأردنا أيضا أن يكون لدينا الشركاء المناسبين لإضاءة أفريقيا في المستقبل. إذن المشروع يتألف من ثلاث خطوات: الأولى تبدأ بالإضاءة، الثانية في الإطعام، وثالثا تأتي الخطوة الأخيرة وهي التعليم. كيف تم تصنيف هذه الأشياء بهذه الطريقة؟ لماذا التعليم يأتي أخيراً؟ في الواقع الأهم هو بناء البنية التحتية في أفريقيا وتوفير فرص جديدة للجيل الجديد، ولكن لا يمكن بناء البنية التحتية من دون أهداف محددة. الآن مقاربتنا شاملة وهي تتضمن الكثير من الأمور في أفريقيا، فنحن نريد أن نشرك الأجيال المختلفة وأن نؤمن الغذاء والتعليم، وقد اعتبرنا أن التعليم يأتي كنتيجة لكل الخطوات السابقة. وبالطبع نحن بحاجة إلى بناء المنشآت الضرورية للتعليم، ولذلك يأتي التعليم نهاية. هذا المشروع مدته يعني بشكل عام كم هي؟ إذا كانت المرحلة الأولى تتطلب عامين ونصف كما تحدثنا قبل قليل، كم يتطلب بهذه المشروع بشكل عام؟ إنه مشروع على مدى الحياة، ليس هناك من مدة محددة. أعتقد أن التنمية يمكن أن تتعزز تدريجيا، وبالتالي ليس هناك إطار زمني. بدأنا المشروع عام 2013، واليوم بتنا موجودين في 16 بلدا، وبالتالي نحن نريد أن نصل إلى عدد إضافي من البلدان وأن نوسع أنشطتنا، ويتمكن كان البلد بنفسه من تحقيق التنمية المستدامة. أيكن، كان لديك اليوم لقاء مع الجيل الجديد من الطلبة وتحدثت أيضا عن تجربتك. أتساءل اليوم تعامل مع الجيل الجديد، ما الذي يتطلبه حتى تستطيع أن تقنعهم بما تريد أن تقنعهم به؟ أعتقد أن ذلك يتعلق بشكل أساسي بعدم الحديث عما ننوي القيام به، بل التحرك واتخاذ الإجراءات. الجيل الجديد لابد من أن يرى الأمور حتى يتمكن من اعتناقها وتصديقها، وبالتالي أقول لهم إذا ما تمكنتم من تحقيق حلمي يمكنكم أن تفعلوا ذلك أيضا. أود أن أبرهن لهم أنكم إذا ما كان لديكم الإرادة ستنجحون. لكن اليوم هناك ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد أن اليوم الجيل الجديد يعتمد على هذا الشيء ليستخلص كل ما يريد عن الحياة. كيف يستطيع اليوم فنان أن يقنعهم بأي شيء بعيداً عن الموسيقى أو الأشياء التي يرغبون بها؟ إذن الموسيقى هي مهنتي، ولدي حياة بعيدا عن الموسيقى أيضا، وما أفعله في حياتي هو أنني أتبع شغفي وأحاول أن أكون ناجحا بما أقوم به، وبالتالي الآن هذا ما أحاول أن أركز عليه في حياتي، وأن يكون لدي تركة أنقلها إلى الأجيال المستقبلية لكي يقولوا لقد قام بشيء غير الموسيقى. وأيضا الأمر يتعلق بفهم قيمة هذه الأهداف التي قمت بوضعها لنفسي وتنفيذها. أنت ناجح في الموسيقى، لكنك أيضا ناجح كرجل أعمال. تحدثنا قبل قليل، كيف تستطيع التوفيق بين الاثنين والنجاح بشكل تام في هذين العملين؟ النجاح في الموسيقى سهل لأنني أعشق الموسيقى. بالطبع الأمر ليس بهذه السهولة، ولكنه ممتع، وعندما تستمتع بما تقوم به وبالتالي تحقق نجاحا إضافيا ويتحسن أداؤك وكل ذلك، وبالتالي هذه مهنة بحد ذاتها. يعني فيما يتعلق بالأعمال، لابد من أن تعرف مجال العمل الذي تقوم به، وإلا لن
تنجح ومن دون أن يكون لديك معرفة عميقة فيما يتعلق بالأنظمة المالية والنماذج المالية سيكون كل ذلك عبارة عن مضيعة للوقت. وبالتالي كما قلت لك منذ قليل هناك مجموعة من النساء يتولين الأعمال الخاصة بي وبالتالي هم من أنجح النساء ويتخذن قرارات مناسبة ولا يحاولن أن أو بأن يحلن مكاني. وبالتالي أعتقد أن هذا مثال ناجح. أعتقد أن هذا المثل ينطبق على العالم. يقال أن هناك وراء كل ناجح امرأة، ولكن هناك نساء في حياة أيكون هم الذين قادوه إلى هذا النجاح أو سهلوا له هذا الطريق. عليك أن تغني أغنية للمرأة. No, absolutely. 100%. أعتقد أنك محقة. حتى القادة الآخرون الذين نراهم هنا أيضا هناك مرأة تقف وراء كل رجل لاتخاذ القرارات. وبالتالي بطبع أنا رجل ولكنني بطبع مختلف، والأمر بالنسبة إلينا يتعلق بالسلطة وبالفخر، ولكن بالنسبة إلى النساء الأمر مختلف وهذا يعتبر عنصرا إيجابيا وما يجعلهن أفضل بالنسبة إلي. أيكون أتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع الإنساني الكبير. أعلم أنه أحد أحلامك التي تتحقق مؤخرا على الأرض. شكرا لوجودك في سكاي نيوز عربية. شكرا جزيلا لاستضافتي. شكرا. إذن كانت هذه هي الفقرة الفنية لهذا اليوم من أسبوع أبوظبي للاستدامة. كان معنا أيكون. شكرا لمتابعتكم.